أهلا بكم مشاهدينا، وهذه الجولة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية، ونستهلها بأبرز العناوين. من جريدة الجمهورية: شم النسيم تعظيم سلام للمصريين، الحدائق والشوارع خالية. من صحيفة الشرق الأوسط: كورونا يهدد اقتصادات 170 دولة. ومن واشنطن بوست الأمريكية: ترامب يقول أنه سيوقع أمرا لوقف الهجرة بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة. نستهل قراءتنا من عناوين الصحف المحلية، والبداية من الجمهورية: امتياز في شم النسيم، تعظيم سلام للمصريين، الحدائق والشوارع خالية والاحتفال في البيوت. الدولة تتابع العالقين لحظة بلحظة، واليوم بدء تسيير 24 رحلة إلى 21 مدينة. من صحيفة الوطن: البرلمان يعود لانعقاد اليوم لحسم قوانين كورونا. وزير التعليم العالي للصحيفة: نجرب أدوية أخرى وسنعلن نتائجها قريبا، ومصر الأولى إفريقيا في أبحاث الفيروس. التضامن: بدء صرف مساعدات تكافل 2 مليون أسرة اليوم. من المصري اليوم: مدبولي يراجع خطة التضامن لتجهيز أماكن العزل بعشر محافظات، 87% زيادة في استخدام الإنترنت المنزلي خلال فترة الحظر. التموين: انتظام عمل المخابز خلال أعياد الربيع. أمل التعافي من الوباء تهب من الصين وجنوب شرق آسيا. ومن صحيفة الأخبار: 275 مليار جنيه استثمارات في سيناء، استرداد 3 ملايين متر و 7000 فدان من أملاك الدولة. ندب المراقبين داخل محافظاتهم في امتحانات الثانوية، 14 طالبا في اللجنة بدلا من 20 لتحقيق اشتراطات الصحة. وإلى الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط: كورونا يهدد اقتصادات 170 دولة، قلق بريطاني من موجة ثانية، ويونيسيف تطلب 100 مليون دولار للتعليم المنزلي في الشرق الأوسط. انهيار تاريخي للنفط الأمريكي، معاقبون دوليا يظهرون مجددا في ليبيا. ومن الخليج الإماراتية: أوروبا تتجرأ على العزل وبريطانيا تنتظر اليقين، كورونا يواصل الانتشار في الولايات المتحدة ونيويورك تتنفس. النفط الأمريكي يتجرع مرمل الخزانات، مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية اقتربت من قاعدة حميمين السعودية. ومن صحيفة الرأي الكويتية: المسلمون يقبلون على رمضان في ظل الحظر وقواعد التباعد الاجتماعية. تراجع الاهتمام الأمريكي بأخبار كورونا وتلاعب بكين بأرقامها مصدر تندر. بيروت نجوم جلسة البرلمان: العفو والحصانة. ومن الدستور الأردنية: الاحتلال يستغل جائحة كورونا لفرض وقائع في القدس. كورونا تحد يواجه جيوش العالم، وتعافي أكثر من 636 ألفا بكورونا عالميا. العراق: مقتل جنديين وعنصرين من داعش بهجومين منفصلين. إلى الصحف العالمية، ونبدأ من واشنطن بوست الأمريكية: ترامب يقول إنه سيوقع أمرا لوقف الهجرة بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة. قادة إسرائيل يوافقون على تشكيل حكومة وحدة والإبقاء على نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي. من نيويورك تايمز الأمريكية: هل زعيم كوريا الشمالية يمر بوعكة صحية؟ تقرير لكوريا الجنوبية يحسم الجدل، ويقول إنه مريض، وإن كيم جونغ آن خضع لعملية في القلب والأوعية الدموية في وقت سابق من هذا الشهر. وإلى صحيفة غارديان البريطانية: ألمانيا تعود إلى طبيعتها مؤقتا مع تخفيف الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا. روسيا تفرض الحجر الصحي على الآلاف من الجنود بعد بروفات العرض العسكري ليوم النهار. ومن صحيفة لوموند الفرنسية: الوباء الذي أودى بحياة 20,000 شخص في فرنسا وحدها كان له تأثير أسوأ من أي موجة وباء للإنفلونزا الموسمية. استئناف سير مفاوضات بريكزيت، والحكومة البريطانية ترفض تمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 من ديسمبر.
وربما تكون الصور أفضل من الكلمات. هذه جولة مع أبرز الصور في صحف اليوم. إلى أبرز التصريحات التي جاءت بصحف اليوم. من جريدة المصري اليوم، دكتور مختار جمعة وزير الأوقاف: لا مجال لفتح المساجد في شهر رمضان. من الدستور الأردنية: منظمة اليونيسيف: كورونا يزيد معاناة أطفال الشرق الأوسط وشماله. ومن صحيفة ديفولت الألمانية: فارغاس يوسا الحاصل على جائزة نوبل في الآداب: هذا هو الثمن السلبي للعولمة، لقد اعتقدنا أننا نستطيع السيطرة على الطبيعة. وكان هذا ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.